الخير أبناء الطلبة، دبلومة اقتصاد إداري سنة تانية. موضوعنا النهاردة عن الموازنة المرنة، عن آسف عن منحنى التعلم. احنا المرة اللي فاتت خدنا الموازنة المرنة، النهاردة هناخد منحنى التعلم. تشمل هذه الوحدة التعليمية ما يلي: أولا، مفهوم منحنى التعلم، شكل منحنى التعلم، معادلة منحنى التعلم، أمثلة رقمية توضيحية لمنحنى التعلم. أول حاجة، مفهوم التعلم في مجال الإنتاج. التعلم بيجي نتيجة التكرار، العمل نفسه كذا مرة، فبنقول إيه؟ يؤدي تكرار العامل لنفس الإنتاج إلى زيادة تعلم العامل، أي زيادة خبرته وكفاءته في مجال الإنتاج، الأمر الذي يعود إلى انخفاض، ينعكس على انخفاض الزمن المعياري لإنتاج الوحدة. يعني كل ما اتعلم العامل اكتر، يتعلم ازاي تكرار الانتاج، نفس الانتاج بيكرره كذا مره، فبياخد خبره، بيتعلم، فبينجز في وقت اقل. كل ما يتعلم اكتر، كل ما بياخد وقت الوحده اقل. ادي فكره منحنى التعلم، او فكره التعلم وتاثيره. ويظل الزمن ينخفض كلما كرر العامل نفس الإنتاج حتى يصل إلى أقصى درجات الكفاءة. بعد ما يوصل إلى أقصى درجات الكفاءة، يستقر الزمن في هذه الحالة ولا ينخفض، وتسمى هذه المرحلة فترة السكون أو الثبات أو استقرار الزمن. طب يا ترى شكل منحنى التعلم ايه؟ هو منحنى التعلم بيوضح العلاقة بين الزمن المعياري للوحدة وحجم الانتاج. شوفوا معايا، اول وحدة شوف الزمن بتاعها الايه؟ 10 ساعات. اول زمن، اول وحدة اهو، المحور الأفقي اللي هو على السطر ده، اللي هو حجم الإنتاج، بنكتب فيه حجم الإنتاج اللي على السطر ده. المحور اللي واقف ده اسمه المحور الرأسي، هو زمن الوحدة. تعال بقى شوف في حجم الإنتاج، عند أول وحدة الزمن 10 ساعات. طيب لما يتضاعف الإنتاج بقى 2، شوف زمن الوحدة قل بقى 8. لما يبقى حجم الانتاج 4، الزمن هيقل 6، بقى يوصل 6. طب لما يبقى 8، 8 وحدات حجم الانتاج 8، الزمن هيقل يوصل 4. طب لما يبقى 10، وهي مش مكتوبة 10، لو 10 هيبقى اقل واكتر واكتر، هيبقى 3. افرض عند 10 دي اقصى درجات الكفاءة، خلاص اتعلم ووصل الى اقصى درجات التعلم، عنده كفاءة عالية قوي، بعد كده مش هيقل الزمن ابدا. ولذلك محور منحنى التعلم هتبص تلاقيه ينزل ينزل ينزل، وبعدين في الاخر يبقى موازي للمحور الافقي اللي هو على السطر. يعني ايه؟ يعني مش هينزل اكتر من كده بقى، خلاص اقصى درجات الكفاءة، مش هينزل الزمن مهما كرر الانتاج، مش هينزل الزمن تاني عن كده. فده محور، ده اسمه منحنى التعلم، وبيبقى ديل المنحنى في الاخر موازي للمحور الافقي
يعني دليل على ان ده وصل الى اقصى درجات الكفاءة. طيب ممكن نعلق على الرسمة اللي فاتت دي ونقول ايه؟ يلاحظ من الرسم البيان السابق انه كلما زاد الانتاج كلما انخفض الزمن المعياري لانتاج الوحدة. طبعا كل ما زاد ده ينخفض ده، علاقة عكسية، وذلك حتى يصل العامل الى اقصى درجات الكفاءة، وفي هذه الحالة لا ينخفض زمن انتاج الوحدة، ويطلق على هذه المرحلة مرحلة السكون او الاستقرار او الثبات، اي ثبات زمن الوحدة. ليه ثبت زمن الوحدة؟ لان العامل وصل الى اقصى درجات الكفاءة. طب مفيش معادلة كده توضح الزمن هيقل بقد ايه؟ وصلوا لمعادلة اسمها معادلة منحنى التعلم في حالة مضاعفة الانتاج. يعني لما الانتاج يتضاعف زمن انتاج الوحدة بيقل بقد ايه؟ المعادلة دي بتقول ايه؟ ده خلي بالك في حالة مضاعفة الانتاج. في معادلة تانية في حالة عدم مضاعفة الانتاج يعني، لكن احنا هنركز على معادلة منحنى التعلم في حالة مضاعفات الانتاج فقط الوقت. بيقول ايه؟ صاد بتساوي الف في ب اس نون ناقص واحد. عايزين نعرف ايه صاد وايه الف وايه ب اس نون ناقص واحد. صاد معناها متوسط الزمن المعياري للوحدة عند حجم انتاج معين هو هيطلبه، والف متوسط الزمن المعياري للوحدة الاولى. خلي بالك صاد دي متوسط زمن الوحدة، وحدة واحدة برضه بس عند حجم انتاج معين بعد التعلم، والف ده ايام ما كان لسه بادي، متوسط زمن المعياري، متوسط زمن المعياري للوحدة الاولى، زمن انتاج الوحدة الاولى ايام ما كان خام، ما كانش لسه اتعلم، ما كانش لسه خد خبرة. يعني الاتنين متوسط زمن. ممكن تقول لي بقى الشاطر يقول لي ان هي اللي اكبر في القيمة صاد ولا الف؟ قولها لنفسك. ايه بتقول الف اكبر؟ صح، الف اكبر. ليه الف اكبر؟ لان الف دي متوسط الزمن المعياري للوحدة الاولى، الاولى ايام ما كان خام، ايام ما كان لسه ما تعلمش، ما خدش خبرة، فبياخد وقت طويل، ده زمن الوحدة الاولى. اما صاد دي فبيطلب الزمن المعياري عند حجم انتاج معين بعدين، بعد ما عد الاولى والتانية وعد، فانا بطلب زمن صاد دي زمن انتاج الوحدة بعد التعلم، فاكيد بعد التعلم بيبقى الزمن اقل نتيجة الخبرة والتعلم. به نسبة التعلم هديها لك في المسألة، نون ناقص واحد عدد مرات مضاعفة الانتاج. ايش معنى ناقص واحد يعني؟ عارفين ليه ناقص واحد؟ اللي هي المرة الاولى اللي مفيهاش مضاعفة. نون دي عدد مرات الانتاج، ناقص واحد يعني ناقص اول مرة، واحنا هنا هنشتغل بالانتاج المتضاعف، هنطرح اول مرة تطلع عدد مرات المضاعف، يعني عدد مرات الانتاج اللي هي نون واحد عدد مرات المضاعفة. ايه رأيكم ناخد امثلة؟ المثال الاولاني، اذا علمت ان الوقت المستغرق لانتاج الوحدة الاولى 50 ساعة ونسبة التعلم 90%، المطلوب حساب زمن انتاج الوحدة عند حجم انتاج 16.
وحساب الزمن الإجمالي. حاضر. هو مديلك زمن إنتاج الوحدة الأولى 50 ساعة أيام ما كان خام، ونسبة التعلم 90. أنا عايزك تقول لي قبل كتمهيد للحل، كتمهيد للحل، تمهيد حسابي كده، كم مرة تضاعف من 1 لغاية 16؟ كم مرة تضاعف الإنتاج؟ تعال احسب بقى معايا على إيدك، على إيدك. أول مضاعفة كام؟ 2. تاني مضاعفة 4، ضعف يعني. تالت مضاعفة 8. رابع مضاعفة 16. يبقى عدد مرات المضاعفة 16. عدد مرات المضاعفة 4. عدد مرات المضاعفة من 1 لـ16 4 مرات. تعال احسبها على ايدك. اول مرة انتج وحدة واحدة، دي مش مضاعفة، الوحدة الاولى دي مش مضاعفة. المضاعفة تبتدي بقى من 2، يبقى اول مضاعفة وحدتين، ضعف الوحدتين كام؟ 4. تاني مضاعفة 4، الاربعة ضعفها كام؟ 8. يبقى تالت مضاعفة 8. رابع مضاعفة 16. يعني من الوحدة الاولى الـ16 اربع مضاعفات. المضاعفات هي 2، نحسبها له كده 2 و4 و8 و16. احسب. يبقى دي اول مضاعفة، تاني مضاعفة، تالت مضاعفة، اربع مضاعفات. يعني عدد المضاعفات 4. اتضاعف الانتاج كم مرة؟ 4 مرات. حاضر. خلاص. نطبق المعادلة. حساب متوسط زمن الوحدة. القانون ده بيحسب لي حساب متوسط زمن انتاج الوحدة. صاد بتساوي الف في ب اس نون ناقص واحد. حاضر. صاد اللي احنا عايزينها، اللي هي فاكرين هي ايه؟ اللي هي زمن انتاج الوحدة لما انتج 16 وحدة. حاضر. نخليها بقى. طب الف عندي، الف هي ايه؟ الف دي الف اللي هي زمن انتاج الوحدة الاولى، مدهاني 50. ب نسبة التعلم، مدهاني 90. اس 4. طب يعني ايه اس 4؟ اس 4 يعني 90% من 100 مضروبة في نفسها 4 مرات. يعني صاد هتساوي 50 × 9 × 10 × 9 × 10 × 9 × 10 × 9 × 10 او 90% الاثنين واحد طبعا. هتبقى 32.8 ساعة. اتفرجوا 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 ان زمن انتاج الوحدة الاولى 50، عند الوحدة 16 زمن الوحدة ايضا 32.8. قل واحد يسأل ايه اللي خلاه يقل؟ يقل نتيجة التعلم، نتيجة الخبرة، بتخلي العامل ياخد وقت اقل في انتاج الوحدة. طيب الزمن الاجمالي. حاضر. انا عندي زمن الوحدة 32.8 اضربها في 16 هيديني 524.8. دي زمن انتاج 16 وحدة بعد التعلم. ملحوظة مهمة في التمرين ده، ان هو اللي انا حسبته الاول زمن الوحدة ولا الزمن الاجمالي؟ عشان ما ننساش. اللي انا حسبته الاول زمن انتاج الوحدة الاول، يعني لما يطلب مني زمن متوسط زمن الوحدة والاجمالي احسب المتوسط الاول وبعدين احسب الاجمالي. اوعى ننسى القاعدة دي، ان بحسب متوسط زمن الوحدة الاول بعد التعلم واضربها في عدد الوحدات يديني الزمن الاجمالي. ناخد مثال تاني. بفرض ان ساعات العمل اللازمة لانتاج الوحدة الاولى 40 ساعة،
ونسبة التعلم 80%، المطلوب تحديد في شكل جدول، متوسط زمن إنتاج الوحدة وإجمالي الوقت للإنتاج لمستويات الإنتاج 1 و2 و4 و8 و16، عايز لكل واحدة في شكل جدول، هيبقى الجدول كده. حجم الإنتاج، واللي أنا بستخدم لها القانون يا جماعة، متوسط زمن المعياري الوحدة، زمن الوحدة هي اللي بستخدم لها القانون، اللي هو ص بيساوي أ في ب أس ناقص واحد، دي لما ببقى عايز متوسط زمن الوحدة، واكتب له إيه يا عم، إحنا إنتاجنا وحدة وانت قلت لنا 40 ساعة، دي معطاة، يبقى 40 في 1 الزمن الإجمالي 40 ساعة. احسب بقى متوسط زمن الوحدة عند 2، لاحظ 2 دي اول مضاعفة، اول مضاعفة، فاضرب 40 في 8 من 10 او 80% ل2 1 اس 1، ايه تطلع 32 ساعة. تعرف شغلك صح ان زمن انتاج الوحدة بيقل، كان 40 بقى 32 ساعة. طب تعالى عند 4 وحدات، عند 4 وحدات كم مضاعفة؟ دي تاني مرة، تاني مضاعفة، ادي 1 عند 2 1، عند 2 دي اول مضاعفة، عند 4 تاني مضاعفة، يبقى اكتب المعادلة 40 اللي هي الف، ما الف دي 40، 40 دي مش هتتغير، زمن انتاج الوحدة الاولى بضربها في نسبة تعلم 80% اس 2، هتبقى 25.6 ساعة. طب عند 8، هي 8 دي كم مضاعفة؟ دي تالت مرة، تالت مضاعفة، يبقى 40 في 80% اس 3، تطلع 20.48 ساعة. عند 16، يبقى 40 16 دي كم مضاعفة؟ احسب الضعف الانتاج كم مرة، ادي مرة عند 2 وعند 4 تاني مرة وعند 8 تالت مرة ودي رابع مرة، يبقى 40 في 80% او 8 من 10 الاتنين هي اس 4، اس 4 يعني مضروبة في نفسها 4 مرات، يعني 40 في 80% 80% 80% 80%، 4 مرات تطلع 16. تعرف شغلك صح ازاي؟ في الخانة دي زمن انتاج الوحدة بيقل، كان 40 بقى 32 لما تضاعف اول مرة، بقى 25.6 لما تضاعف تاني مرة، وبعدين 20.48 لما تضاعف تالت مرة، وعند رابع مرة بقى 16.38%. طب هو عايز الزمن الاجمالي، شوف انا فوق الخانه كاتب لك ايه، الزمن الاجمالي يساوي 1 في 2، يعني عدد الوحدات في زمن انتاج الوحده، 1 في 40 ب40، 2 في 32 ب64، 40 احنا عند الوحدة 4 اللي عدد الوحدات في زمن انتاج الوحدة 25.6 يساوي 102.4، يعني الخانة الاخيرة دي الزمن الاجمالي هو حاصل ضرب 1 في 2 اللي هو حجم الانتاج في زمن الوحدة. عند 8 اضرب 8 في 20.48% تديني 163.84%، عند 16 اضرب 16 في 16.38% اللي هي زمن انتاج الوحدة، يديك الزمن الاجمالي 262.8%. ده المثال التالت. المثال التالت،
تقوم إحدى المنشآت بالإنتاج طبقا لنظام الأوامر الإنتاجية ويشمل كل أمر 15 وحدة. فإذا تحدد 600 ساعة عمل لإنتاج الأمر الأول، وإذا علمت أن نسبة التعلم 80%، المطلوب تكملة الجدول الآتي. بدي الجدول، عدد الأوامر. أوامر يعني إيه؟ عدد الطلبيات. افرض كل طلبية، هو قال لك كل طلبية فيها 15 وحدة. اعتبر الأوامر دي صناديق، صندوق أول، صندوق تاني، صندوق أول، صندوقين، 4 صناديق، 8 صناديق، 16 صندوق، وكل صندوق فيه 15 وحدة. يبقى الوحدات المجمعة كام؟ المفروض اضرب الصندوق فيه 15، يبقى 1 × 15 = 15. طب ده صندوقين، 2 × 15 = 30. ده هم بدهم لك دولت، انت بقى اللي عليك تجيبه. طب لما يبقوا 4 صناديق، 4 × 15 بكام بقى؟ ب60. وبعدين بعدها 8 × 15 المفروض يبقى 120، وبعدين 16 × 15 هيبقى 240. عرفت الوحدات المجمعة الخانة الثالثة دي بجيبها ازاي؟ دي سهلة، اضرب 1 × 2، دي سهلة جدا. طيب وبعدين مديك مقلب، مديك مقلب ليه؟ هو طالب منك اجمالي الساعات ومتوسط زمن الوحدة. ان هي اللي بجيبها الاول، اوعى تنسى، اوعى تنسى، اوعى تنسى. انا بجيب متوسط زمن الوحدة الاول طبقا للقانون والمعادلة بتاعت منحنى التعلم. اجيب متوسط زمن الوحدة في ضوء المضاعفات، واللي يطلع اضربه في عدد الوحدات المجمعة يديك اجمالي الساعات. تعال شوف بقى كده. تعالى بص بقى، يبقى عدد الأوامر دي معطاة، تمام. حجم الأمر معطى، تمام. الوحدات المجمعة هجيبها ازاي؟ باينة هجيبها ازاي؟ أضرب خانة 1 × 2، عرفتها. طيب عندي إجمالي الساعات وعندي زمن إنتاج الوحدة، إن هو اللي بجيبه الأول زمن انتاج الوحدة. طب بجيبها ازاي؟ طبعا بطبق القانون، ويا ريت تكتب له القانون بتاع زمن انتاج الوحدة اللي هو قانون بتاع معدل التعلم. اقول له ص بتساوي ألف ب أس ن ناقص واحد، ن ناقص واحد على بعضها كده عدد مرات المضاعفة. طيب هو مدي لك 40 الأولانية. طيب أول مضاعفة اللي تحتها 40 × 8 أس 1، يبقى تطلع 32. اللي بعدها 40 × 8، دي تاني مضاعفة بقى، في 8 أس 2 تطلع 25.6. 40 × 8 أس 3 20.48 ساعة. 40 اخر مستوى، 40 × 8 اس 4. 4 دي ايه؟ عدد مرات مضاعفة الانتاج، هيساوي 16. اعرف شغل 16.384. ازاي اعرف شغل صح؟ هتلاقي الزمن بيقل يا جماعة. زمن انتاج الوحدة كان 40، اللي هي الخانة الخامسة دي زمن انتاج الوحدة اللي بطبق فيها معادلة التعلم. يعني معادلة التعلم بتطبق في زمن انتاج الوحدة بس. لاحظ معايا انها بتقل، 40 بقى 32 بقى 25 بقى 20 بقى 16، يعني بيقل. يبقى انت ماشي صح.
يبقى اقول تاني، الخانة رقم 3 اللي هو فيها مجاهيل جبتها بضرب خانة 1 في 2، وبعدين بجيب الخانة الأخيرة الأول. تقول لي ليه الأخيرة الأول؟ لأن بجيب زمن إنتاج الوحدة الأول قبل ما أجيب إجمالي الساعات، أجيب زمن إنتاج الوحدة، واللي يطلع من هنا في الخانة 5 أضربه في الخانة 3 اللي هي الوحدات المجمعة، هيديك إجمالي الساعات. يعني 40 في 15 ب 600، يعني إجمالي الساعات يا أولاد أهو الخانة رقم 4 بتساوي 5 في 3، الخانة رقم 5 اللي هو زمن إنتاج الوحدة في 3 اللي هي الوحدات المجمعة. وبعدين أضرب 30 وحدة في 32 تطلع 960، وبعدين أضرب 60 في 25.6 يبقى 1536 ساعة. وبعدين 120 بضرب الوحدات المجمعة، الإجمالي الوحدات بضربها في زمن إنتاج الوحدة تديني إجمالي الساعات، 120 في 20.48 تطلع إجمالي الساعات 2457.6. آخر حاجة بضرب 240 في 16 و384 تطلع 3932.16، يبقى انا مليت له الجدول. يبقى الخانة 5 اجيبها الاول، اضرب الاول 1 في 2 اطلع 3، خلصت من 3، الخانة 3 قدامي 4 و5، ابتدي بمين؟ مهم قوي، ابتدي بمين؟ بزمن انتاج الوحدة، اطبق فيها القانون المعادلة بتاع المضاعفة، واللي يطلع من الخانة 5 أضربه في الخانة 3 اللي هي الوحدات المجمعة، هيديك الخانة رقم 4. يبقى الخانة رقم 4 دي آخر حاجة. ولاحظ معايا إن زمن إنتاج الوحدة قاعد بيقل في الخانة 5، تعرف إنك أنت ماشي صح. بيقل ليه؟ عشان بيتعلم منحنى التعلم والمعادلة بتاعته اللي أنا قلتها. هل ممكن أرسم منحنى التعلم لهذا التمرين؟ طبعا. أعمل المحورين، واحد واقف اللي هو الزمن المعياري لإنتاج الوحدة اللي هو العمودي ده، الرأسي ده زمن المعياري لإنتاج الوحدة، واللي على السطر ده اللي هو عدد الأوامر. وابتدي معايا من صفر، وعندي وحدة 2 4 مضاعفات اهي 8 16 زي ما هو مديهالك. نقلت انا عدد الاوامر، اجي عند الامر الاولاني اعمل، هو ده اعلى امر اولاني، اخد 40 ساعة، اقوم عامل خط كده قدام الاربعين، اكون عامل الاربعين واكتب جنبها هنا اهوت، اكتب نقطة. طب عند 2 الزمن بقى 32 قل شوية، وبعدين عند 4 الزمن بقى 25.6 قل، عند 8 الزمن قل بقى 20.48، عند 16 بقى 16.384 قل قوي، ووصل النقط دي ببعض، يطلع هو ده منحنى التعلم. واجي في الاخر ده للمنحنى عمله موازي. يعني ايه موازي؟ موازي للمحور الافقي اللي هو عدد الاوامر. يعني معناه ان العامل وصل الى اقصى درجات الكفاءة، والزمن بعد كده مش هيقل لان العامل وصل الى اقصى درجات التعلم، ومش هيقل الزمن بعد كده خالص. اشكركم واتمنى لكم كل توفيق والنجاح
وربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وشكرا جزيلا، مع السلامة.